ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وانطلاق مشوار المنتخب الأولمبي المغربي ومنافسات أولمبياد باريس والجولة الأولى من دور المجموعات. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة، القنوات الناقلة والمعلقين توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد أول 3 نقاط في هذه المجموعة. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المباراة القادمة للمنتخب المغربي الأولمبي أمام المنتخب الأرجنتيني ضمن مباريات الجولة الأولى ودور المجموعات ومنافسات أولمبياد باريس 2024. المباراة على ملعب جوفرو جيشار، توقيت المباراة يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على بين سبورت 1 وبين سبورت اتش دي والمعلق جواد بدة والقناة المغربية الرياضية. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم احداث هذه المباراة على قناتنا ان شاء الله، فتابعونا. توقعاتكم معنا في التعليقات، من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد اول 3 نقاط ومنافسات دور المجموعات وبطولة أولمبياد باريس كرة القدم 2024. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.